اخد حضراتكم لاخر خبر معانا، وهو خبر من دولة الامارات. دولة الامارات الاسبوع ده دشنت اول قمر صناعي اماراتي بيتم تطويره بايدي فريق من المهندسين الاماراتيين. القمر الصناعي اسمه خليفة سات، وده هيكون اول قمر صناعي في الامارات والمنطقة، وبيتم تطويره بالكامل على ايدي فريق مختص من المهندسين الاماراتيين ضمن استراتيجية أعد ليها مركز محمد بن راشد للفضاء، شملت أعداد وتدريب مكثف لكوادر فنية وعلمية إماراتية خلال السنوات العشرة اللي فاتت. نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد قال لدى تدشين القمر الصناعي الإماراتي إن المهندسين الإماراتيين هم أول فريق عربي يستطيع بناء قمر صناعي بنسبة 100% من غير أي مساعدة أجنبية، وأثبتوا كفاءة وقدرة فائقة في ميدان التصنيع الفضائي. أشار كمان الشيخ محمد بن راشد لدى زيارته مجمع تصنيع وتجميع الأقمار الصناعية في مركز محمد بن راشد للفضاء إلى تملك بلاده تقنيات بنى للأقمار الصناعية بشكل كامل ومستقل عن أي دعم خارجي، وإن بيتكلم عن الإمارات إن إحنا لدينا علماء وخبراء ومهندسون بيشكلوا نواة لمستقبل علمي راسخ للدولة، وأكد أن قطاع التصنيع الفضائي في الإمارات حيواصل نموه، وحيواصل طبعا كقيادة لدولة الإمارات الدعم، وحيكون عنصر حيوي في اقتصاد الإمارات الوطني. واعتبر الشيخ محمد أن قمر خليفة سات الصناعي هو فخر إماراتي، ومش فقط إنجاز إماراتي عربي ولكنه أيضا إنجاز عالمي بما سيوفره من معلومات هتفيد الإنسانية، وبيمثل إضافة علمية مهمة للمسيرة التنموية.